مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. مشاهدينا الكرام، لأننا نحترم الكلمة ونقدس الحرية ونؤمن بالرأي والرأي الآخر، فتحنا هذه المساحة لتكون الكلمة لك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة في مواضيع متعددة ومتجددة، حتى تقول كلمتكم بكل شفافية وحرية. اليوم مشاهدي الكرام، وبعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي بإقالة العديد من المفسدين وفي مقدمتهم محمد صالح الأحمر الذي كان قائد القوات الجوية، نطرح سؤال لهذه الحلقة لتكون الكلمة لكم أعزائي المشاهدين، هو ما الذي ينتظره الشعب من قرارات جمهورية قادمة؟ بالتأكيد هناك من ينتظر قرارات جمهورية في العديد من المواقع، سواء كانت العسكرية أو المدنية، والعديد هناك العديد من المشاكل بالتأكيد وتحتاج إلى قرارات صارمة وحازمة من قبل رئيس الجمهورية. والسؤال المطروح لكم أنتم أعزائي المشاهدين لتقولوا كلمتكم في هذا الموضوع الهام، ما الذي ينتظره الشعب اليمني من قرارات جمهورية قادمة؟ وكالعادة مشاهدينا الكرام، عبر الاتصال الهاتفي التي ستظهر الأرقام تبعا على الشاشة، وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، ونستقبل أولى مكالمات هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم. مرحبا أخي كريم، يا مرحبا، نتعرف عليك. بشير محمد من الضالع. بشير محمد من الضالع، يا مرحبا بشير، تفضل بشير. بالتأكيد موضوع الحلقة واضح لديك، أكيد. برأيك ما الذي ينتظره الآن الشعب اليمني من قرارات جمهورية قادمة؟ أولا نحمي قناة سهيل، قناة التوار وكل العاملين فيها. والقرار القادم هي قرار واحد، إقالة أحمد علي بن مخلوع ويحيى وعمار، وهذه هي أهم قرارات في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت بالذات. نعم، أشكرك أخي بشير محمد من الضالع، وصلت رسالتك. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، تعرف عليك. معك نبيل الفقيه. نبيل الفقيه، يا مرحبا، تفضل يا أخي نبيل، الكلمة لك. أولا أشكرك وأشكر قناة السهيل وكل العاملين فيها. والموضوع هو تفد مهم، والجماهير تنتظر له بكل اهتمام لما يهم الثورة. إن شاء الله أن تكون هذه القرارات التي ستأتي تكون بحجم الثورة وبحجم التضحيات وبحجم 8 مليون الذين خرجوا في صراح يوم الانتخابات لانتخاب الأخ عبد الرب منصور هادي. وتكون القرارات التي تنتظر الشارع وتلبي طموحات الشارع، وهي أولا إقالة أحمد علي من الحرس الجمهوري كخطوة أولى لما فعله بالشباب، لما فعله بالشعب، لما فعله بأبناء أرحب، بأبناء نين، في كل جرائم هذا الذي يرتكبها، ولإنهاء آخر مسمار في عرش التوريث الذي كان يعمل له أبوه، والآن ما يفعله لتوريثه إلى 2013 إذا أتت انتخابات في ظل المؤتمر، يجعلنا المؤتمر بيكون يجعلنا أحمد علي إلى ذلك الحين حتى يرشحه، وهذه تخافات وخرافات لا يمكن أن تمر. لابد من إقالته من الحرس، لابد من إقالة الفيلسوف الذي كلما يردو علينا على وسائل الإعلام يشتم في الشعب ويستهزئ في أبناء الشعب اليمني وهو يحيى محمد عبد الله صالح. نعم. هذا الرجل لا يملك شهادات وكان في لبنان. نعم، أشكرك أخي نبيل، ربما رسالتك وصلت، حتى نترك مساحة لجميع المشاركين في هذا الموضوع. هناك حقيقة ازدحام في الخطوط، ونتمنى أن يتوصل الجميع للمشاركة معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ماجد. يا مرحبا أخي كريم، تعرف عليك. الله يحييك ويسلمك. حياك الله، نتعرف عليك أخي كريم. أحمد الجرادي من الضالع. أحمد الجرادي من الضالع، تفضل يا أحمد، الكلمة لك. القرارات التي ننتظرها من فخامة الأخ رئيس الجمهورية
هي إقالة ما تبقى من أفراد العائلة الذين ما زالوا ممسكين بزمام الحرس الجمهوري الذي هو عزيز على قلوبنا، وكذلك قوات الأمن المركزي الذين كن لهم كل الاحترام. نعم. الأخ ماجد تفضل. نعم ماجد. هذا الذي نريده يعني في قرارات حاسمة وجريئة، لأن الشعب حتى أفراد الحرس الجمهوري أيضا والأمن المركزي عانوا من تسلط هؤلاء الذين نهزوا مقدرات البلد، ولم يعوا الشعب أو أفراد القوات المسلحة والأمن أي اهتمام، إنما حاولوا الاهتمام بأنفسهم، وقد أثبتت الوقائع من خلال ما قام به المخلوع وأولاد أخيه في القاعدة الجوية بقاعدة نعم. الديلمي من نهب لخيرات البلد وذخائر الدفاع الجوي والأسلحة والاستيلاء على بعض الممتلكات العامة والخاصة، وهذا ما نعمل من الأخ الرئيس هو إقالة هؤلاء جميعا حتى نحس بالأمن والاستقرار. نعم، أشكرك أخي أحمد الجرادي من الضالع، وصلت رسالتك. مكالمة أخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي، أنت عارف عليك؟ محمد الحربي. محمد الحربي، من أين يا محمد؟ من عدنان، محافظة إب البطلة. حياك الله يا أخي محمد من إب البطلة، تفضل الكلمة لك. يا أخي هذول الأشخاص اللي نتكلم عنهم ما همش مع حليم قيادة جيش ولا القيادة الشعب، هذول زعماء عصابات. ويجب على الرئيس هادي إذا بده أن يطبق رغبات الشعب عليه، إذا أول شيء أن يقيد أكبر الفاسدين هو أحمد علي عبد الله صالح. هذا بيحول الحرس الجمهوري من حرس بني يعني بعرق ودماء الشعب اليمني من أجل حماية الممتلكات والأعراض والحدود، حوله إلى مؤسسة خاصة من الأراضي من أهل المؤسسات بالبلطجة، وقد الناس فرحب وقد الظروف بدعم تنظيم القاعدة. هذا ما أريده، وشكرا يا أخي. أشكرك أخي أحمد الحربي من إب على مداخلتك معنا. مكالمة أخرى، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. مرحبا أخي، أنت عرف عليك؟ عبد الله المرهبي من عمران. من؟ عبد الله المرهبي من عمران. عبد الله المرهبي من عمران، تفضل يا عبد الله، الكلمة لك. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت على هواء يا عبد الله، تفضل الكلمة لك. احنا في منتظر من قرار رئيس الجمهورية ان تكون حاسمة. ويعني تكون كاملة وشاملة لانحاء الفساد في الجمهورية. نعم. وننتظر منه ان يكون برفع مرتب الجندي. لانه اذا تم رفع مرتب الجندي يمكن أن ينفذوا في الوحدات، إذا كان أي قائد في وحدته يتسلط على قرار رئيس الجمهورية الجندي من داخل المعسكر سيزور مع رئيس الجمهورية قرار رئيس الجمهورية. فنرجو من رئيس الجمهورية أن يلفت نظرة إلى الجيش. نعم. ويكون له نظرة في هذا الموضوع. نعم، أشكرك عبد الله المرهبي من عمران. بالتأكيد أنت تطرقت أيضا إلى موضوع هام وهو موضوع رواتب الجنود، وبالتأكيد إن شاء الله سنخصص لهذا الموضوع حلقة كاملة أو حلقات، لأنه بالتأكيد الجنود يستلمون رواتب ضئيلة لا تكفي شيئا، وإن شاء الله يتحسن وضعهم في الأيام المقبلة. استقبل المكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخي كريم، نتعرف عليك. الله يحييك. معك أحمد أبو السلام. أحمد. أحمد السماوي. من أين يا أحمد؟ من فارس. تفضل يا أحمد، الكلمة لك. أرحب بالله، أنا الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، يريد الأمن والاستقرار في البلاد، فعليه أولا أن يزيل هؤلاء العصابات، عائلة سعد أبو صالح وأفراد جميعا الذين يسيطرون على الحرس الجمهوري، فعليه بإزالتهم حتى تستقر البلاد. فإذا أزيحوا من هذا الغلاء فإن البلاد إن شاء الله سوف تتقدم وسوف تزدهر بالأمر بالاستقرار إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب. شكرا لك أخي أحمد السماوي على مداخلتك معنا. مكالمة أخرى، السلام عليكم. أهلا يا أخ مهدي.
مرحبا اخي كريم، تعرف عليك؟ يوسف احمد جابر من السعوديه. يوسف احمد جابر من السعوديه، تفضل يا يوسف الكلمه لك. والله بالنسبه لارائنا بال يعني بالمنتظر من الاخ الرئيس اصلا يعي ما يعمله، لان المرحله يعني وكل شيء واضح، نحن نشتي يعني يبني جيش وطني يعني قوي يواجه التحديات. ما نشتي عائلات، ما نشتي اسر يعني ويمسكوننا على كل شيء. نعم درست. نشتي رجال وطنيين من امثال هذا الرجل الوطني يتأثر بكل اليمنيين. نعم. ما نشتي عصابات مع عصابات يقتلوا الثوار يعملوا كل ما في وسعهم عملوه. نعم. خلاص انتهى الان عهدهم، يرحلوا من قيادة الجيش ويغيرهم برجال اكفاء صدقوا مع عهد الله عليه. وهذا ما نريد ان نقول له، وان شاء الله سينفذ ما يعني هو يعي ما يعمل قلنا له، ولكن هذا ما نقول له يعني من وجهه نظرنا. شكرا. اشكرك اخي يوسف احمد جابر من السعوديه، استقبل ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، نتعرف عليك. اخوكم صادق العودي. صادق العودي العمري من اين؟ صنعاء. حياك الله يا صادق العودي، تفضل يا صادق. اتمنى ان تكون قرارات رئيس الجمهوريه المشير عبد الرب منصور هادي، اتمنى ان تكون القرارات القادمه ان تخدم بالدرجه الاولى الشهداء، وكذلك ان يكون قرارات تخدم ايضا الجرحى. نعم. لنواسي تلك القلوب التي حزنت على يعني على الدائره التي فقدتهم اثناء هذه الثوره. كذلك اتمنى ان تكون القرارات اقوى من القرارات التي صدرت في الايام السابقه يعني. وان لا تراجع في اي قرار مهما كان يعني مهما كان الذي سيكون له القرار يعني. لا تراجع، تكون قويه، تنفذ باسرع وقت، لا مجال لمزيد من اللعب. لا مجال لمزيد من التمرد لأي شخص كان. هذا الذي أتمنى من القرارات الرئاسية القادمة. إن شاء الله تتحقق هذه الأمنيات أخي الصادق العودي من صنعاء. استقبل أيضا مكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الكريم، نتعرف عليك. نتعرف عليك. معك محمد الزيدي من رداع. محمد الزيدي من رداع، تفضل يا محمد. والله يا اخي بالنسبه للقرارات احنا منتظرين قرارات كثير من الرئيس هادي، اهمها طبعا الثوره ما قامت الا من اجل ازاله العائله الاسره الظالمه هذا. هذه القرارات التي احنا منتظرينها من زمان، ما تشتيش انتظار ولا تاخير، هذا امر ضروري لا بد منه، لازم القرارات الاخيره ان يصدرها في اسرع وقت لازاله باقي العائله. نعم. وايضا مطلبنا مجلس النواب هذا لازم من تغيير مجلس النواب، لان مجلس النواب هذا هو من يخرب البلاد. نعم. لان الرئيس حق مجلس النواب هو مجرم مقاتل والعالم كله يعرف ذلك، وقد افتضح في القنوات الرسميه وهو يدير بلاد يعني مجلس النواب. نعم. هو بيمثل الشعب. نعم. ولذلك لازم من قلع مجلس النواب، وايضا مطلبنا قرار اخر هو منتظرين اعاده العلفي الذي هو كان النائب العام، لانه هو عارف بقضيه جمعه الكرامه. نعم. نشتي القرار هذا ان يعود العلفي الى ان يكون النائب العام علشان نحاكم من سفك دم الابطال الثوار ومن قاموا بارتكاب هذه الجريمه الذي شهدها العالم، فهي جريمه لن ينساها التاريخ، ولن نتراجع في ثورتنا حتى تحقيق جميع المطالب، شاء من شاء، ابى من ابى، الكلام كثير ولكن نختصر. فهذا هو مطلب الثوار والشعب اليمني. نعم. ان يزال الفاسدين في جميع المؤسسات الحكوميه، ونطلب قرارات جديدة وكثيرة إن شاء الله. أشكرك. ونحن منتظرين. أشكرك يا والثورة مستمرة، منصورين بإذن الله. والسلام عليكم. إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد الزيدي من محافظة رداع. نستقبل مكالمة أيضا أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، نتعرف عليك. الضاوي من عمران. من؟ يحيى الضاوي من عمران. يحيى الضاوي من عمران، تفضل يا يحيى. حياك الله. تفضل يا يحيى، الكلمه لك. يا اخي الحبيب، انا اتخاذ قرارات سريعه الفاسدين من كل المؤسسات العسكريه والحكوميه الوطنيه. نعم. لان الفاسدين الان يلغون المؤسسات الحكوميه لانهم عارفين انهم سيتغيرون. نعم، تفضل يا يحيى. الفاسدين من العسكريين التابعين لنظام المخلوع صالح يلغون المؤسسات العسكريه ويلغون المؤسسات المدنيه. لا لذلك انا اطالب الاخ رئيس الجمهوريه بسرعه قرار ابعاد هؤلاء الفاسدين من كل هذه المؤسسات. نعم. واطالب ايضا ببناء جيش وطني قوي. انا بالنسبه لي لم اعرف، انا عسكري في الجيش، لم اعرف انني الجيش انني جندي احمي الوطن الا بعد قيام الثوره. نعم. اما من اول كنت اظن انني حامي نظام المخلوع صالح ونظامه الفاسد، وكنت احس انني اتبعه، لكن الان احس بانني جندي لهذا الوطن الغالي. نعم. فانا اطالب الرئيس هذه وحكومه الوفاد الوطني ان تسعى لبناء جيش وطني قوي لحمايه البلاد. نعم. وترسيخ الروح الوطنيه في هذا الجيش، وايضا تحسين اوضاع المعيشيه. الان هناك جرحى من حرب صعده الذي كان يشنها المخلوع، لا زالوا يعانون من جروحهم، وهناك ايضا معافين من هذا الجرح من هذا الحروب. انا ارجو من حكومة الوفاد إلى أن تحسن الوضع المعيشي لأبناء القوات المسلحة. هذا كلمتي، وشكرا لقناة الوحي، وشكرا لك يا حسين. شكرا لك أخي يحيى الضاوي من محافظة عمران. هل أقرأ بعض التعليقات أم إذا سأستقبل المكالمة ومن ثم أقرأ التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك؟ ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني ماجد. يا مرحبا، نتعرف عليك. اسماعيل البعداني. يا مرحبا الوالد اسماعيل البعداني من السعودية، تفضل يا والد. أولا يا ابني أمسي عليك وعلى العاملين في القناة الشرفاء هذا بالخير، وعلى الأستاذ المشاهدين كلهم. مساك الله بالخير والعافية. أما الثاني بالنسبة للاستقالات إحنا نبغى الكثير والكثير يا ابني، لسه ما كما يقول المثل ما بان من الجمل إلا طرف إذنه. نعم. لسه على العابدين موجودين في القوات المسلحة وفي غير القوات المسلحة. وبعدين يا ابني في هناك عندنا شجرة يقول لها الوبل، إذا تعرف إذا لما طلعتها من جذورها لتعدم. نعم. الأرض. نعم. إذا لم تقشعها من جذورها ما فيش فائدة. نعم. إحنا نبغى تغيير كامل، تصفية عامة، وبعد التصفية نبغى محاكمة مسجلين مرقبين، محاكمة للذين عندهم ملطخة في الدماء. الذين عافوا في الأرض فسادا. ما ينفع هذا الكلام. يعني نبغى من القادة العسكريين ومن الإعلاميين ومن البلاطجة هذه ينزعوا، سواء كانوا في الصحة في القوات المسلحة في هذا كلهم. ونحن نأيد القائد عبد ربه منصور هادي على هذه البداية العظيمة، ونحن إلى جانبه والشعب والعالم إلى جانبه. فعليه أن يصحح وينظف. إحنا عندنا السرطان مستأصل منذ 33 عام. نعم. فنبغى السرطان هذا ما تبقى إن شاء الله حصلنا للعلاج نبغى ينتهي نهائيا يعني. نعم. هذا ولكم تحياتي وللقادة الشرفة تحياتي ولأبناء الشعب اليمني الشرفة تحياتي، وأرجو من الإعلاميين بين قوسين الذين كانوا تابعين للنظام أن أقول لهم الآية القرآنية الذي قال وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله الزلفى. خلاص العاية عبدوش. الآن هذا شعب نبغى نخدم الشعب المحروم من الحياة كما هو محروم
من الحياة الجميلة اللي يمتعن بها الشعوب الآخرة. نعم. وتحياتي لكم وللمستمعين. أشكرك الوالد إسماعيل البعداني وأن أقول لك أيضا تحيات طاقم البرنامج. شكرا لك. إذن سأقرأ بعض التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك ومن ثم أيضا سنعود لاستقبال المكالمات. والبداية من ربيع السامعي يقول: ينتظر الشعب في هذه الآونة قرارات حساسة في عجلة التغيير ستتضمن خروج اليمن إلى المرحلة الجديدة. أيضا سليم الأهدر يقول: إقالة قارب السفاح وهيكلة الجيش. محمد أبو سهيل يقول: إقالة بقية العائلة وإصدار قرار بترقية خريجي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي إلى ضباط أسوة بزملائهم في الدولة أو في الدول الشقيقة. نبيل الفقي يقول: ننتظر قرارات شجاعة بحجم التضحيات وحجم الثورة وحجم الناخبين الذين انتخبوا هذه. ننتظر قرار إقالة أحمد علي أقل شيء رحمة أقل شيء بأبناء أرحب ونهم. وننتظر إقالة الفيلسوف يحيى من الأمن المركزي الذي كلما يظهر يستهزئ بالشعب اليمني وثورته. ننتظر تطهير كل المؤسسات الدولة من الفاسدين. يبدو أنني نسيت التعليق هنا. علي محمد الجلال يقول: الشعب قد بدأ يعاود الأمل بعد السنين العجاف الماضية. وإن شاء الله المشير عبد الرب منصور هادي هو أمل اليمنيين بعد الله سبحانه وتعالى ولم يخيب ظن الشعب اليمني العظيم. أيضا رضوان يقول شمسان يقول: الشعب اليمني ينتظر قرارات حاسمة وجديدة وهي إحالة المتمردين من القادة العسكريين وكذلك إحالة الفاسدين والنهاية والنهابة والقاتلين للقضاء ومحاكمتهم وليس استرضائهم بمناصب أعلى. شهد مشاري تقول: ننتظر قرار إقالة بقايا عائلة المقلوع عفاش ومحاكمة قتلة الثوار والإفراج عن المعتقلين وخفض أسعار المشتقات النفطية ومنع السلاح ووقف الشيوخ الظالمين عند حدهم. والله يوفق اليمن إلى كل خير. ياسر القدس يقول: الشعب ينتظر الكثير وأولوية والأمن والاستقرار وأوله الأمن والاستقرار وحل الخلافات وأهمها القضية الجنوبية وبعدها الاقتصاد وتهيئة المناخ الديمقراطي. محمد حميد المقتدي يقول: الشعب ينتظر إقالة بقية قارب الرئيس السابق بالإضافة إلى إقالة الفاسدين من كل المرافق والمؤسسات الحكومية وفرض سلطة الدولة على كل اليمن. عبد العظيم الخليدي يقول: أتمنى قرارات قوية لا تؤثر فيها العوامل الخارجية أكثر من الداخلية. ومنير يقول: ينتظر الشعب في هذه الآونة قرارات حساسة في عجلة التغيير ستتضمن خروج اليمن إلى المرحلة الأخرى من البناء المؤسسي الحضاري الجديد. يوسف محمد سعيد يقول: أقول أننا تخطينا وبكل عجوبة كل المراحل الأولى التي كانت هي الأهم ونحن ننتظر إن شاء الله من الرئيس قرارات جديدة تلبي حاجات الدولة. أولا مثل إكمال هيكلة الجيش وإصدار قرار يكاشف الشعب بشأن تنظيم القاعدة. نبيل الحسامي يقول: عزل بقايا العائلة من قيادة الجيش والأمن ونرجو أن تنفذ القرارات بدون داعي لوجود بن عمر لتنفيذها. محمد سالم الصابري يقول: الشعب اليمني كله ينتظر القرارات الذي سوف يصدرها فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وأمل أن تفضي جميع أبناء الشعب اليمني الحبيب ونتمنى أن تصدر في القريب العاجل. فتحي الطويل يقول: نتمنى من القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبد الرب منصور هادي بإنهاء الانقسام الحاصل في الجيش وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة وطنية وحيدة حتى يكون هناك تهيئة للحوار الوطني ليشارك به كل الأطراف. ونطلب أيضا من الوالد عبد الرب منصور هادي بدعدعة ودعم أبطال القوات المسلحة في أبين بكل ما لديكم من قوة وعتاد ليتمكن أبطال القوات المسلحة من التخلص من القاعدة. مروان مثنى يقول: إذا كان يريد إخراج اليمن إلى الطريق الصحيح أعتقد أمامه عدة قرارات هامة: 1- حل مجلس النواب والشورى، 2- إقالة من تبقى من عائلة صالح، 3- تفعيل قانون التدوير الوظيفي، 4- إعادة هيكلة السفارات والمحافظات. محمد أحمد يقول: حل مشكلة إضراب القضاء، السجون ممتلئة والثلاجات تمتلئ أيضا بالموتى. عباس الشرعبي يقول: القرارات المنتظرة تخليص الأمن والجيش من قبضة العائلة لتبدأ بعدها مرحلة بناء
اليمن الجديد. عبد الله الشافعي يقول: نشكر فخامة الرئيس عبد ربه على القرارات الحاسمة، ونقول لمن لم يعجبه هذه القرارات أن يرحل من البلاد، ونقول للمشير عبد ربه منصور هادي أن ينظر إلى قضية الحوثيين في حجة كشر، لقد تمادوا في زرع الألغام وتدمير البيوت والمنشآت الحكومية ومحلات بيع وشراء المواطنين، وفي الأخير نحن نقدر قرارات أو ننتظر قرارات قادمة بسرعة هيكلة الجيش وإيقاف الصراعات في الجنوب. مراد أحمد يقول: إقالة أحمد ويحيى وعمار توفيق ومحافظ عمران كهلان. عبد الصمد المعمر يقول: ننتظر قرارات مصيرية كإقالة يحيى وأحمد علي ومحاسبة كل من يعتدي أو يضر بمصالح عامة كالكهرباء وغيرها بالحرابة. الشيخ علاو المهدي يقول: ننتظر والشارع اليمني ينتظر صدور قرار بإقالة بقية أسرة المخلوع من السلك العسكري والأمني والمدني وأولهم أحمد عفاش. أحمد البهلي يقول: انتظر الشعب قرار بإقالة أبناء المخلوع وأقاربه من مفاصل الدولة وتطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد. محمد دحوى يقول: الشعب ينتظر: واحد، إقالة قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبد الله صالح والعميد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي. اثنين، تغيير قيادة الأمن القومي والأمن السياسي بقيادة وطنية وعلى أساس الكفاءة والولاء للوطن. ثلاثة، البدء بالحوار الجاد بشرط التخلي عن السلاح تماما من قبل أطراف الحوار وتحت سقف الوحدة اليمنية. أربعة، توجيهات سريعة بالاهتمام بجزيرة سقطرى مما يجعلها قبلة للسياحة. اعتماد البصمة الإلكترونية في كل الدوائر الحكومية والمؤسسات العسكرية. هذه خمس نقاط ذكرها محمد دحوة. وأيضا الصديق المنتصر يقول: قرار إقالة أحمد علي ويحيى هذا أهم قرار ينتظره الشعب، ونريد قرارات بتغيير المحافظين الباقين، وأيضا نريد إصلاحات اقتصادية. اللهم وفق رئيسنا لما فيه خير لبلادنا. إذا نتوقف في المشاهدين الكرام عند تعليق صديق، و نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. ابقوا معنا.